متابعينا قناة الوعي والمعرفة، السلام عليكم ورحمة الله. عدنا معكم مع أحكام جديدة، وسنبدأ بأحكام الطهارة. سنتكلم عن أنواعها، ونتكلم عن الوضوء، وسنتكلم عن الغسل أيضا، وسنتكلم عن النظافة العامة بشكل عام، ونتكلم عن الأدلة عن كل ذلك، وسنتكلم عن الحكمة منها، ونبدأ بإذن الله عز وجل. أحكام الطهارة، وسنتكلم عن الطهارة ومعناها في اللغة وفي الشريعة. أما في اللغة هي النظافة من العيوب المادية والمعنوية، فالكراهية والحسد من الأخلاق التي يجب أن يتطهر منها العبد المؤمن. أما الطهارة شرعا فهي فعل ما يستباح به الصلاة كالوضوء والغسل وما شابه ذلك. وهنا سؤال، هل اعتنى الإسلام بالنظافة والطهارة؟ والجواب نعم، لقد اهتم. والدليل على ذلك أولا الأمر بالوضوء لأجل كل صلاة، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثانيا الغسل، فقد حض الإسلام على الغسل في كثير من المناسبات، وقد قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقد حضنا الإسلام على الاغتسال في كل مناسبة نلتقي بها مع الناس، ففي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي كل مناسبة نكون فيها مع المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. والحكمة بذلك حتى تزول عنه الرائحة الكريهة والوسخ عن بشرته. ثالثا الأمر بنظافة باقي الجسم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وأما الختان فهو قطع جزء من رأس الذكر لكي يخرج البول بسلاسة ولا يعود إلى الجسم. وأول من اختتن هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقد اختتن أو اختتن وهو في سن 80، وقد اختتن بقدوم كما ورد في الآثار، والقدوم هو الذي تقطع به الشجر. وأما الاستحداد فهو إزالة الشعر من العانة من الذكر أو الأنثى، والإزالة تكون بالموس، وإذا أزيل بغير ذلك فهو جائز ولكن بخلاف الأولى. وأما الاستحداد فهو إزالة الشعر من آخر اليد أو من أسفل اليد كما هو موضح الآن، والحكمة من ذلك حتى لا يجتمع العرق بين الشعر فتحدث بسببه رائحة كريهة. وأيضا تقليم الأظافر وهو قص الظفر، فكما تعلم أن الإنسان إذا كان أظافره طويلة يدخل تحتها الجراثيم والوسخ والنجاسات، فعندما يأكل تدخل إلى جسده وتسبب له الأمراض، فكانت الحكمة من الشرع أن تقص تلك الأظافر. وأخيرا قص الشارب، فكما ترون الآن أن الشارب إذا كان طويلا يعلق به الطعام والشراب، وهذا أمر غير لائق بالمسلم، وقد كان النبي يحلق شاربه ويعف لحيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم قادمون على أقوام، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. فهذا الحديث دل على أن المسلم يجب أن يكون علامة على النظافة بين الناس. ومعنى أصلحوا رحالكم أي المركبة التي يركبها المؤمن، فيجب أن تكون خالية من الأعطال ونظيفة من الظاهر. وأما الفحش فهو كل ما قبح من الكلام والأفعال، فالكلام البذيء والسب يعتبر من الفحش. وأما التفحش فهو المبالغة في الفحش،
فالإنسان قد يكون مبالغا في السب وفي الشتم ومتفننا بذلك، فهذا هو التفحش بذاته. وأخيرا أختم بهذا الحديث الشريف البليغ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهارة وأهميتها: الطهور شطر الإيمان. والشطر معناه النصف، يعني بمعنى أن الإيمان بالله والملائكة وكل ما شابه ذلك والعمل والعبادات كلها تعتبر شطر أي نصف، والنصف الآخر هو الطهارة والنظافة. أعزائي متابعين قناة الوعي والمعرفة، كان معكم زاهر من قناة الوعي والمعرفة. إذا وجدت أن هذا العرض مفيد فاشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.